السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من جي تي اي 5. في فيديو النهارده هنشرح مع بعض بشكل مفصل مود منيو سيمبل ترينر. المود ده من افضل مودات المنيو الموجوده في جي تي اي 5 وفي خصائص ومميزات كتيره جدا، وطبعا لو محتاج طريقه تركيبه هسيبها لك تحت في الوصف. ما تنساش تعملنا باللايك والشير والاشتراك وتكتب لنا كومنت حلو من عندك. واسيبكم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. طبعا بعد ما بتركب المود ده زي ما هو معروف المود ده بيفتح من زرار F3، وطبعا شرحت برضو ازاي تغير زرار F3 بتاع الفتح في الفيديو بتاع طريقة التركيب تحت في الوصف، وبرضو لو محتاج مود الجرافيك ده او اي مود هتشوفه في الفيديو ده هتلاقيه تحت في وصف الفيديو. تعالوا كده نبدأ الاول نفتح مود المنيو من زرار F3. بعد كده مود المنيو ده شكله سيمبل كده وبسيط، بس احيانا بيبقى شكله معقد. هنفتح اول حاجة قائمة الاوبشنز. عندنا هنا اول اختيار، اختيار Always Good Mood. من خلال الاختيار ده لو حصل لك اي حاجة بقى، سواء حادث او حد ضرب عليك، دمك مش هينقص خالص ولا هيحصل لك اي دمج، وهتفضل زي ما انت على الهيل بنفس نسبة الصحة اللي كانت موجودة عندك وقت تفعيل المود ده. بعد كده عندنا الجرافيتي اون واوف، ده مود الجاذبية. لو هو متفعل بالشكل ده هتلاقي نفسك بتمشي عادي بشكل سلس جدا زي ما انت شايف كده، ولو قفلت المود ده هتلاقي مفيش اي جاذبية خالص نهائي. مثلا لو الشخص نط او العربية نفسها ماشية على الارض هتحس بحاجة غريبة. بعد كده عندك اختيار نيفر وانتد. من خلال الاختيار ده لو عملت اي حاجة، سواء قتلت، سواء سرقت عربية شرطة او عملت اي حاجة في شرطة، مش هيحصل لك اي حاجة ولا الشرطة هتلاحقك ولا هتجري وراك، ومستوى النجوم عندك هيفضل صفر زي ما هو. بعد كده عندك كلير وانتد ليفل. لو انت مثلا عندك 5 نجوم او 4 نجوم، اي عدد نجوم عندك، لو اخترت كلير وانتد ليفل هتلاقيه بشكل تلقائي مسح لك كل النجوم اللي كانت عندك. عندك بعد كده اختيار انكريز وانتد ليفل. لو فعلت الاختيار ده هتلاقيه بدأ يزود لك نجمة فوق زي ما هو موضح كده قدامك، فهتقدر تزود عدد النجوم من خلال الاختيار ده. ممكن تمسح النجوم خالص عن طريق اختيار كلير وانتد ليفل زي ما شرحنا دلوقتي. بعد كده عندك اختيار ست او فريز وانتد ليفل. الاختيار ده من خلاله لو فتحته كده بالشكل ده بيفتح لك قائمه صغيره كده، ومن خلالها بتقدر تحدد عدد النجوم اللي انت عايز تجمده او تثبته عليك ولا يزيد ولا ينقص. مثلا 4 نجوم وضغطت على الزر رقم 5 زي ما انت شايف كده، ال4 نجوم هيفضلوا موجودين مهما حصل. لو حتى بعدت عن الشرطه او حتى زودتها معاهم برضه هتفضل زي ما انت 4 نجوم. وحتى لو جيت على اختيار كلير وانتد ليفل النجوم مش هتتمسح الا لما تقلل عدد النجوم بالشكل ده، تضغط على الزر رقم 5 مره ثانيه هتلاقيه حذف لك عدد النجوم تلقائي. عندك بعد كده سيت ماكسيمم وانتد ليفل. في الاختيار ده بتخلي العدد الاقصى للنجوم بتاعك، يعني مثلا انا عايز النجوم تبقى مهما عملت فالنجوم ما تزيدش عن 3. مثلا لو فعلتها كده على 3 ما زادتش النجوم ولا حاجه، ولكن لو انت بدات تعمل فايتات او حاجه هتفضل النجوم تزيد بشكل تدريجي، نجمه بعد كده النجمه الثانيه بعد كده النجمه الثالثه، بس النجوم مش هتزيد عن 3، هتفضل ثابته على 3 مهما زودتها مع الشرطه، بس ممكن تقل عادي لو بعدت عن الشرطه. فالاختيار ده بيعمل بس ماكسيمم لعدد النجوم، عشان تلغيه بتدوس على زرار 5 مره ثانيه. بعد كده عندك الاختيار ده اللي هو جو ثرو دورز. من خلال الاختيار ده لو انت مثلا ماشي كده بالشكل ده هتلاقيه قدامك خطوه، فده يعتبر مش تقدم يعني ولا اي حاجه علشان خاطر يتحط الاختيار ده في المود. ولكن فايده المود ده لو انت مثلا قدام حيطه بالشكل ده او جدار عموما وعايز تعديه الناحيه الثانيه ولكن مش عارف تنط او مجلتش او اي حاجه من الحاجات دي، لو ضغطت على الاختيار ده هتلاقيه بشكل تلقائي عداك الجدار ده للمكان اللي قدامه على طول. بعد كده اختيار كابس دونت ديسباتش. لو فعلت الاختيار ده لو جالك نجوم شرطه، سواء 5 نجوم 4 نجوم، اي عدد نجوم شرطه، هتلاقي فعلا ظاهر لك النجوم وظاهر لك تحت على الماب اللي هي الاضاءه اللي هو انت مطلوب، ولكن مش هتظهر لك شرطه ابدا. حتى لو الشرطه شافتك مش هتعمل لك اي حاجه، هي بس نجوم كده شكليات او منظر، ومهما حصل الشرطه مش هتضرب عليك. بعد كده بوليس اجنور بلاير. الاختيار ده لو فعلته بالشكل ده لو انت مثلا جيت قدام الشرطه او الشرطه موجوده او جات لك وانت عندك عدد نجوم، الشرطه هتعمل نفسها مش شايفاك ومش هتضرب عليك، او انت بالنسبه لهم هتبقى شخص مخفي او هم مش قادرين يتعرفوا عليك. بعد كده اختيار انيبل او ديسيبل كلوك. لو فعلته بالشكل ده وقفلت مثلا المود هتلاحظ كده فوق على الشمال الساعه بتاعت اللعبة نفسها ظهرت لك فوق بالشكل ده، الساعة 15:33. لو هنا حتى ضغطت سكيب هتلاقي هنا الساعة 15:34، فبتظهرها لك فوق بدل ما انت ما تروح تعمل سكيب او حتى تطلع الموبايل بالشكل ده، فهو بيظهرها لك فوق كده على الشمال. الاختيار اللي بعده بقى اللي هو سبيد ميتر كيلومتر على الساعة، ده لو فعلته هتلاقيه ظهر لك تحت كده على اليمين العداد بتاع العربية او سرعتها بوحدة الكيلومتر على الساعة.
تقدر تفعله او تقفله بالشكل اللي انت شايفه ده، والاختيار اللي تحت على طول نفس الموضوع ولكن بيظهرها لك بوحده الميل زي ما انت شايف كده، ظهر لك فوق هنا على اليمين السرعه برضو ولكن بوحده الميل. تقدر عادي تفعل الاثنين مع بعض، هيظهر لك تحت السرعه بالكيلومتر وفوق السرعه بالميل. فالاختيار ده كويس جدا لو انت مش حابب تركب مود عداد سرعه مخصص. الاختيار اللي بعده بقى، طول ما هو متفعل كده انت في السليم وتمام. لو قفلته بالشكل ده هتلاقي اللاعب اختفى، بس عادي تقدر تلعب بيه بشكل طبيعي، ولكن اللاعبين والشرطه هيكونوا شايفينك عادي، هو بس بيبقى شفاف بالنسبه لك انت بس، فتقدر تفعله ثاني وتسيبه بالشكل ده. بعد كده اختيار الموبايل راديو، ده بتقدر تتحكم في الراديو عن طريق الموبايل. عندك الاختيار اللي بعده، لو فعلته هتلاقيه ظهر لك احداثياتك واتجاهاتك في المنطقه اللي انت موجود فيها، فزي ما انت شايف كده دي الاحداثيه بتاعت المنطقه اللي انا واقف فيها. الاختيار اللي بعد كده بقى اللي هو Unlimited Ability، لو فعلته بالشكل ده لو انت جريت مثلا بفرانكلين او باي شخصيه بتلاقيه مع الوقت بدا يتدمج لو انت فضلت ضاغط على زرار الشيفت وفضلت تجري بيه بسرعه عاليه. فلو فعلت الاختيار ده هتلاقي بقى عنده قدره لا نهائيه، فلو فضلت تجري مهما حصل فالشخصيه مش هتتعب ولا الهيلث بتاعها هيقل ابدا. بعد كده اختيار الاير بريك، لو فعلته بالشكل ده هتلاقي نفسك كده شفاف بالشكل ده، تقدر بقى ايه تتحرك، هتلاقي نفسك كده عايم بالشكل ده، تقدر بقى تتحرك وتروح يمين وشمال بالشكل اللي انت شايفه ده لو انت مثلا عاوز توصل لمكان بسرعه ولكن مش عاوز تستعمل قائمه التليبورت. وتقدر برضو تقفله من نفس الاختيار، هتعمل له بس ديسيبل. ولكن الاختيار ده له اختصار ممكن يتفعل لو انت مثلا ضغطت على زرار حرف W وزرار سبيس او المسطره، هتلاقي الاختيار ده اتفعل بشكل تلقائي، فتقدر تقفله من هنا. ولو رحت على اير بريك سيتنج هتلاقي هنا تقدر تتحكم في سرعه اللاعب وانت عامل اير بريك، يعني تقدر تروح بيه بسرعه عاليه، بس ده يختلف على حسب الهارد بتاعك او حسب سرعته. لو انت مثلا تلعب على اس اس دي او هارد سريع هتلاقي الاختيار ده شغال معاك بشكل سلس، اما لو انت شغال على هارد ميكانيكي عادي لو فعلت سرعه عاليه وبدات تتحرك هتلاقي البيوت اختفت والارض جلتشت وحاجات كتير كده حصلت. بعد كده اختيار نونويز، ده بيلغي الضوضاء. وعندك فاست سويم، ده بيعوم بشكل سريع جدا. عندك فاست ران، ده بيجري بشكل سريع جدا. السوبر جامب، ده بينط نطه خارقه. والاختيار اللي بعده ده من خلاله لو فعلته كده هتلاقيه عمل اخفاء للماب المصغره الموجوده تحت على الشمال، انت تقدر تخفيها عادي من الاعدادات ولكن بدل ما تفتح الاعدادات والكلام ده فالاختيار ده بالنسبه لك سهل. عندك بعد كده الاختيار ده من خلاله بتقدر تزود فلوس على حسب ما انت عاوز، يعني مثلا ممكن تحدد اي فلوس انت عاوزها، لو مثلا خليتها 100,000 او اي رقم انت عاوزه وضغطت على زرار انتر هتلاقيه زود لك الفلوس اللي انت اخترتها بالشكل ده. عندك اد ماني، ده بيزود لك 100,000، بيفضل يزود لك 100,000 كده لو انت حابب تزود بال 100,000 زي ما انت شايف كده فوق. عندك كلين بلاير كلوزز، لو انت الملابس بتاعتك اتبهدلت سواء حد ضرب عليك واتدمشت وهدومك اتبهدلت او حتى عربيه خبطتك فانت اتبهدلت تراب، تقدر تمسح الملابس بتاعتك عن طريق الاختيار ده. ماكس ارمور، ده زي ما انت ملاحظت كده تحت على الشمال الماب في العلامه اللبنيه دي معناها الدرع بتاعك هنا، لو فعلته بتلاقي الدرع بتاعك بقى 100%. ماكس هيلث، زي ما انت شايف كده تحت على الشمال الهيلث مش كامل، لو فعلته بالشكل ده هتلاقي الهيلث اكتمل بالشكل ده. بعد كده عندك اختيار نو بيدز، والاختيار ده بيخفي لك كل الناس او البوتات الموجوده في المنطقه، لو فعلته بالشكل ده زي ما انت شايف كده كل البوتات اختفت من المنطقه اللي انت واقف فيها، بس البوتات الموجوده في العربيات هتفضل زي ما هي. لو عايز تخفي العربيات هتختار الاختيار ده، هتلاقي كل العربيات الموجوده في المنطقه اختفت. عايز تخفي القطارات مش عاوزها تبقى موجوده هتخفيها برضو من الاختيار ده، وتقدر برضو ترجعهم مره ثانيه كده بالشكل ده وتبدا العربيات تظهر لك والاشخاص او البوتات يظهروا لك مره ثانيه. في اختيار بقى مجمع لده كله بيمسح لك مثلا الحاجات اللي انت ضفتها عن طريق اي مود منيو، وهنعرف ايه هي الحاجات دي دلوقتي بس بعد شويه. وبيحذف لك كمان كل العربيات الموجوده في المنطقه، وبيحذف لك كل الشرطه الموجوده في المنطقه والبوتات الموجوده في المنطقه زي ما انت شايف كده. لو فتحته هتلاقي جاب لك قائمه ثانيه بالشكل الصغير ده، هتضغط على كلير اريا كل المنطقه اختفت بالشكل ده، بس بيبداوا يرجعوا ثاني مره ثانيه. عندك بقى السيت بلاير الفا، ده بيبقى قوه خارقه للاعب تقدر تتحكم فيها عن طريق الرقم ده، تقدر تعدله زي ما انت عاوز. الاختيار اللي بعد كده عندك، لو فعلته هتلاقي الاشخاص اللي حواليك بيحبوا العنف، والاختيار اللي بعده على طول ده بيخلي المنطقه اللي حواليك مقيده او مش مقيده، مع احترام الاشارات والحوادث والكلام ده. عندك بعد كده اخر اختيار معانا في قائمه اوبشنز، من خلال الاختيار ده بتقدر تتحكم في الستايل بتاع القياده بتاعتك. والستايل في القياده معناه مثلا زي القياده المتهوره او القياده السريعه، ولكن اللي هو رقم 5 ده اللي هو المود العادي بتاع فرانكلين في القياده. سيت درايفنج سبيد، ده بتخلي فيه ماكس عندك للسرعه بتاعتك، كل ما بتعليه كل ما الكيلومتر بيعلى، طبعا الوحده هنا بالكيلومتر في الساعه. ممكن تخلي ماكس لكل العربيات اللي انت بتركبها، ممكن تخليها مثلا يعني اعلى رقم مثلا مش عايز العربيات تعدي سرعه ال 100 كيلومتر، تقدر هنا
تخليها بالشكل ده. طبعا 100 كيلومتر تقريبا يعني 28 مايل مش عارف بالظبط. اما عندك بعد كده اوتو تاسك درايف تو واي بوينت، لو فعلته بالشكل ده هتلاقي العربيه اللي انت راكبها تلقائي والشخصيه بتروح على المكان اللي انت محدده على الماب وبيسوق لوحده. ستوب درايفنج وين واي بوينت انريتشد، ده معناه ان العربيه تقف او تفرمل في المكان اللي خلاص وصلت فيه. يعني انت مثلا حطيت نقطه على الماب وفعلت الاختيار ده، هتلاقي تلقائي الشخصيه بتسوق لحد النقطه اللي انت حاططها على الماب. لو فعلت بقى الاختيار ده هتلاقيه اول ما يوصل للنقطه يقف على طول في مكانه. وعشان بقى بعد ما بتعدل على الحاجات دي كلها تقوم مفعل الانيبل درايفنج تاسك فور بلاير، هنا بقى هيقوم مفعل كل الاختيارات اللي انت عملتها هنا دي، الدرايفنج ستايل مع سرعتك بالكيلومتر وكل الحاجات دي. ولو فعلت الدرايفنج ستايل بالشكل ده وخلاص الشخصيه بدات تسوق للمكان اللي انت عاوزها تسوق ليه، مثلا ده اوريك كمان الستايل زي ما انت شايف كده، لو خليته رقم 6 فبدا يسوق بشكل متهور. اما بقى لو عايز توقف الدرايفنج ستايل او توقف المهمه اللي انت حددتها له اللي هو يروح للواي بوينت على الخريطه او النقطه اللي على الخريطه، عايز توقفها مش بتتوقف من طريق من نفس الاختيار، اما بتتوقف من زرار F11. لو ضغطت F11 بالشكل ده هتلاقيه وقف خلاص المهمه اللي هو رايح لها. عندك بقى اباوت ذيس ترينر، هنا بيعرفك على المطور بتاع المده وتاريخ انشاء المده. بعد كده عندنا اختيار الفييكل اوبشنز، اول اختيار فيها اللي هو فييكل جود مود، لو فعلته لو انت ماشي بعربيه مهما خبطت مهما فرقعت فيها صواريخ العربيه مش هتنفجر ولا هيحصل فيها اي حاجه. فييكل جود مود سيتنج، هنا بقى بتتحكم في الفييكل مود او في صحه العربيه، بمعنى ان مثلا تخلي العربيه بس تبقى محفوظه من الدمج. يعني لو قفلت كده كل الاختيارات دي كده بالشكل ده وسبت بس اول اختيار اللي هو الفييكل دامج ورحت بقى مفعل الفييكل جود مود، هيحصل ايه؟ لو مثلا انت ماشي بعربيه وخبطت بيها هيحفظها من الدمج بس، اللي هو العربيه ما تتدمجش من الخبطات. اما مثلا لو قفلت اول اختيار رحت على اختيار التاير دامج، فده هيحفظ العربيه بس من ان الكاوتش يفرقع او يبوظ. بمعنى مثلا لو الشرطه ضربت على الكوتش بتاعك بتاع العربيه او الاطار بتاع العربيه، الاطار مش هيحصل له اي حاجه ولكن العربيه عادي هتتدمج لان انا قافل اختيار الدمج. فالافضل ليك عشان ما تلخبطش فعل كل الاختيارات دي كده بالشكل ده من عدا الاوتو كلين، علشان لو انت فعلت وفعلت الفييكل مود فالعربيه لو خبطت بيها هتلاقيها اتنضفت تلقائي، لو انت يعني مش عايز العربيه تنضف لوحدها. عندك فيكس فييكل، لو انت راكب عربيه متدمجه تقدر تختار الاختيار ده هتلاقيه يصلح لك العربيه بشكل تلقائي. كلين فييكل ده نفس اللي كنت بكلمك عنه، لو العربيه متوسخه بقى سواء من الصحراء او انت خبطت بيها حد فتعمل كلين فييكل العربيه على طول هتنضف بشكل تلقائي. بعد كده عندنا الاختيار ده اللي هو بيعدل لك على النمر بتاعه العربيه، بمعنى مثلا لو انت فتحت الاختيار ده اللي هو بتاع تعديل النمر هيفتح لك قائمه صغيره كده فيها خانتين، الاولى اللي هو اديت نمبر بلات، ده تقدر تحط النمر اللي انت عاوزها. مثلا انا هسميها يوسين بالشكل ده واضغط على زر انتر، زي ما انت شايف النمر اتغيرت بشكل سريع ليوسين زي ما انت شايف كده. اللي تحت بقى بتتحكم في لون النمر او الشكل بتاعها، زي ما انت ملاحظ كده ممكن تخليها بتاعت سان اندريس او تخليها بتاعت لوس سانتوس، اي حاجه انت عاوزها يعني. بعد كده عندك اختيار فييكل مود منيو، من خلال الاختيار ده بتقدر تعدل على العربيه كانك موجود في الجراج بالظبط. ممكن تعدل على السبويلر، طبعا بتتحكم في اختيار السبويلر ده من زرار 6 و5، والسبويلر ده اللي هو بيبقى الرفرف الموجود ورا في ظهر العربيه، ولكن العربيه دي طبعا ما ينفعش يركب لها سبويلر لان هي اصلا يعني ما فيش مكان حد يركب فيه، فمهما ضغطت 6 او 4 فمش هيتحرك لان ما فيش سبويلر. فانت عارف كده على طول لو اي حاجه انت جيت تعدل عليها ما رضيتش تعدل فاعرف ان العربيه دي مش بتدعم التعديل ده. الفرونت ده عندك برضو بتعدل على الوجه الامامي بتاع العربيه ولكن هنا مش بتعدل ولا حتى اللي ورا. عندك الاكزوست اللي هو الشكمان بتاع العربيه، لو عدلت عليه بالشكل ده زي ما انت شايف بدا يتعدل اهو لان هو قابل للتعديل. العربيه اللي انا راكبها دي اصلا مش بتدعم تعديلات كتيره لان هي عربيه سيوف. عندك الاختيار ده اللي هو الهود بتاع العربيه، زي ما انت شايف كده ممكن تخليه كربون او اي اختيار انت عايزه. فباختصار يعني الاختيار ده كانك موجود في جراج تعديل بالظبط، بيبدا يعدل لك بقى على العربيه زي ما انت عاوز. الاختيار اللي بعده اللي هو اندر فييكل نيون لايت، لو فعلته بالشكل ده هتلاقي عمل لك نيون تحت العربيه، ولكن نيون بصراحه قوي جدا فشكله مش احسن حاجه. زي ما انت شايف كده هو بيفعل لك نيون وتقدر تعدل على لون النيون من الاختيار اللي تحته على طول، ممكن تخليه بلو او ابيض اي لون انت عايزه بالشكل ده ولكن هو قوي جدا. عندنا بعد كده اختيار الفييكل لايتس منيو، الاختيار ده فيه نقطه مهمه جدا وهي ان بمجرد انك تركب مود المنيو ده فعلى طول بشكل مباشر هيركب لك مود الاشارات او الغمازات في العربيه، ومود الغمازات ده اللي هي الاشارات اللي بتبقى موجوده في العربيه. له اختصار طبعا اللي هو انت ممكن تضغط على زر حرف الكي هيفعل لك الاشاره الشمال، او ال هيفعل لك الاشاره اليمين، او تضغط على زرار اند في الكيبورد اللي هو فوق الاسهم هيفعل لك الانذار بتاع العربيه بالشكل ده. اما بقى لو فتحت الاختيار ده هتلاقيه بقى بتقدر تتحكم يدوي بالشكل اللي انت شايفه ده، تتحكم في الاضواء بتاعه الغمازات في العربيه، ممكن تخليه ده اللي هو الانتظار
او حتى تشغل الاضواء اللي جوه العربية اللي هي بتبقى بتنور اوتوماتيك لما تيجي تفتح الباب بتاع العربية، او حتى التاكسي لايت اللي هو لو انت راكب تاكسي بيبقى فيه فوقه كده القمع الاصفر ده، ممكن تقيده او تطفيه عن طريق الاختيار ده. عندك بعد كده الفييكل كلر منيو، هنا تقدر تتحكم في اللون بتاع العربية. طبعا الشريط الاسود ده اللي هو لان انا فتحت القايمة، فلما بتفتحها كده بيظهر لك اللون اللي هو بتاع العربية نفسه. عندك كل الالوان، الالوان الكروم، الالوان الكلاسيك، الالوان المات، كل الالوان تقدر تعدل عليها. مثلا انا بحب الالوان دي، فهبدا اتحكم بقى من زرار 6 و4 بالشكل ده، فبدأ يعدل على اللون البريمري اللي هو اللون الاول للعربية. فزي ما انت ملاحظ كده الشريط حتى متلون نصه بالاحمر ونصه بالاسود، لان انت دلوقتي عدلت على اللون البريمري خليته اللون الاحمر، والسكند اللي هو اللون الثاني لسه ما تعدلش. مثلا انا خليت ده اللون الاحمر، فلو نزلت تحت كده اللي هو تحت اختيار السكندري على طول هيدخلني على طول مباشر للون رقم 2. مثلا انا هخليه في الكلاسيك، فهبدأ اعدل عليه كده بالشكل ده. زي ما انت ملاحظ الشريط بدأ يتغير للسكندري او اللون الثاني اللي انا بختاره دلوقتي. دلوقتي زي ما انت شايف كده ممكن هنا تختار السيت ويل كلرز، تقدر تعدل عليها زي ما انت عاوز. ولو خليت راندوم فهنا هيبدا يختار لك لون عشوائي للعربيه اللي انت راكبها. بعد كده الكاستم فييكل كلر منيو، بتقدر بقى تعدل على الوان كاستم كده او الوان يعني عشوائيه، وبتبقى اللي هي الالوان الشائعه للعربيه اللي انت راكبها دي. بعد كده عندك الاختيار بتاع الرأس اللي هو كان موجود في جي تي اي سان اندريس، بعد ما بتفعله على طول بيقفل لك مود المنيو ده بشكل تلقائي، وبتبدا بقى تتحكم في الرأس بتاع العربيه عن طريق ازرار الكيبورد الجانبيه اللي هي الارقام زي جي تي اي سان اندريس المهمه اللي كانت موجوده فيها بالظبط. تقدر بقى تتنطط او تعمل اي حاجه انت عاوزها بالشكل ده، وبتقفل الاختيار ده تضغط على اف 3 مره ثانيه وخمسه، بعد كده تضغط على زر 5 مره ثانيه، فخلاص كده وقف الاختيار. عندك بعد كده الاختيار اللي هو اد بيلب فور سبوند فييكلز، لو فعلته بالشكل ده وعملت سبون لاي عربيه، سبون اللي هو يعني جبت عربيه عن طريق مود المنيو ده، وهقول لك برده ازاي تجيب عربيه عن طريق مود المنيو ده، فهيحط لك علامه على الماب على مكان العربيه دايما على طول بشكل تلقائي. اللي تحته بقى ممكن تحط مارك على كل العربيات اللي انت عملتها سبون، والديليت اول فييكل بليبس اللي هو بيمسح لك كل الماركات اللي انت حطيتها على العربيه. كل الاختيارات بقى اللي بعد كده ما اعتقدش ان حد هيستخدمها وهطول معانا على الفاضي. عندك مثلا سيف دي فييكل ده لو فعلته هتلاقي حط لك تحت كده علامه على الماب على اي عربيه انت تركبها او اي عربيه انت تركبها، هتفضل مسيفها لك كده مهما رحت بقى، رحت في اخر ماب او جيت هتلاقي العربيه ثابته زي ما هي كده بالشكل ده. وحتى كمان مثلا لو بعدت عن العربيه بشكل كده وضغطت على وار هتلاقيه دخلك فيها بشكل تلقائي. عندك ديليت سيفد فييكلز لو فعلته هتلاقي مسح لك علامه العربيه اللي انت سيفتها من تحت على الماب. كل الاختيارات دي يعني مش مهمه. عندك الفييكل تاير منيو، هنا بتقدر تعدل على الدمج بتاع الاطارات، فزي ما انت شايف كده لو حتى ضغطت على براست اول تايرز فهيفرقعهم كلهم بالشكل ده. عندك هنا تقدر تصلحهم كلهم برضو عن طريق اخر اختيار، او تصلح كل اطار لوحده. الاماكن الفاضيه دي بقى بتبقى عربيات انت سيفتها هنا بالشكل ده وبتسيفها عن طريق الاختيار ده، ممكن تضغط هنا كده وتعمل سيف في سولت 1 فهتلاقي العربيه اتسيفت لك وتقدر تجيبها على طول بشكل سريع عن طريق الاختيار ده. بعد كده عندنا الاختيار بتاع البودي جارد او بيد سبوننج، ده بتقدر تغير الشخصيه بتاعتك لاي شخصيه انت عاوزها. وبصراحه الاختيار ده انا من اول ما ركبت المود ده وانا ما استخدمتهوش نهائي، لان هو بصراحه ملوش لازمه. ممكن مثلا تختار اي شخصيه، مثلا انا دلوقتي بلعب بفرانكين اصلا فممكن اخليها مايكل، او حتى تختار اي شخصيه من كل الشخصيات الموجوده دي، وهنا بتختار كمان السلاح للشخصيه اللي انت هتحددها. بصراحه يعني اختيار انا شايفه ملوش اي لازمه الا بقى لو انت بتصور مسلسلات في جي تي اي 5. بعد كده اختيار فييكل سبوننج، زي ما انت ملاحظ كده جاب لك مثلا دي المراكب، عندك هنا الدراجات، عندك الطوارئ، عندك العربيات الاوف رود، عندك الطيارات، عندك اي قايمه هنا جواها العربيات. بس هنا مثلا يعني بيقول لك دي العربيات الرياضيه، فبتفتحها بتلاقي هنا كل العربيات الرياضيه الموجوده في اللعبه زي ما انت شايف كده. بس في حاجه هنا مميزه في المود ده اللي هو الاختيار اللي قبل الاخير اللي هو ادد فييكل سمنيو. هنا من خلال الاختيار ده بيجيب لك كل العربيات اللي انت ضفتها من بره اللعبه. انا ضايف حزمه سيارات، فمن خلال القايمه الموجوده في المود ده ممكن اختار اي عربيه انا ضايفها من بره اللعبه وهو حاططها لي هنا في قايمه لوحدها علشان يسهل عليا اجيب اي عربيه من بره اللعبه انا عاوزها. عندك بقى لو انت عايز تعمل سبون لعربيه باسمها، مثلا انت ضفت عربيه وقال لك اسمها كذا، فبتكتب اسم العربيه هنا كده بالشكل ده وتضغط على زرار انتر فبيعملها لك سبون بشكل سريع. وعندك هنا راندوم فييكل بيجيب لك عربيه عشوائيه او مكنه او طياره، اي حاجه عشوائيه من الفييكل سبوننج. نروح الاختيار اللي بعده اللي هو ميشن هيلب. الاختيار ده لو انت مثلا بتلعب مهمات وظاهر لك مثلا على الماب انه عايزك تروح لمكان معين لحد هنا مثلا، فبتعمل ايه؟ بتفتح على طول الميشن هيلب، لو ضغطت هنا على اول حاجه فبيوديك على طول
مباشر لحد المكان المطلوب منك تروحه في المهمة. التليبورت وسبوند كارز هنا بيوديك للعربية اللي انت المفروض تركبها علشان تروح بيها لمكان في المهمة، فلو فعلت الاختيار ده على طول مباشر بتروح العربية المفروض عليك. وهنا بيخفي لك الشرطة، عندك هنا كيل بيد يعني لو في مهمة ولا حاجة وفي اعداء كتير جدا وانت المفروض تقتلهم كلهم فبتقتلهم على طول عن طريق الاختيار ده. وهنا كيل انمي بيد اتاتشد، الاختيار ده لو انت فعلته مثلا لو انت مطلوب منك اغتيال شخص معين لو فعلته بالشكل ده هتلاقيه قتلك الشخص اللي مطلوب منك اغتياله. الباقي اختيارات مش هتستخدمها. بعد كده عندنا الموديل سبونينج، ممكن تسبون لاي شخص انت عايزه، ممكن اسبون مايكل، لو ضغطت كده على زر 5 بالشكل ده هتلاقيه قلبت مايكل. سبون تريفر، ممكن اقلب لتريفر اي شخصيه انا عاوزها يعني، واختيار ملوش لازمه برضو يعني انا مش محتاج حتى اسبون لاي حاجه، ممكن هنا اسبون للشخصيه دي زي ما انت شايف كده. ولو نزلت تحت بالشكل ده ممكن في الكلوزس منيو تقدر تتحكم في الملابس بتاعه الشخصيه اللي انت لابسها كده او حتى الدقن او الشعر زي ما انت شايف كده بالشكل ده، تتحكم في الملابس زي ما انت عاوز او الطاقيه او النظارات اي حاجه انت عايز تتحكم فيها في ملابس الشخصيه عن طريق الاختيار ده. الانيميشن منيو بتتحكم في الانيميشن بتاع الشخصيه، ممكن تخليه يعمل اي انيميشن انت عايزه، ممكن مثلا الانيميشن ده او حتى اي انيميشن انت عايزه مثلا انيميشن الارينا اي حاجه انت عاوزها. حاجه مهمه هنا برضو اللي هي الورك ستايل، مثلا ده الستايل بتاع المشيه بتاعت فرانكلين ممكن تغيرها تخليها مثلا ستايل الشخصيه دي او حتى اي شخصيه انت عاوزها، ممكن تختار طريقه المشيه بتاعتها زي ما انت شايف كده، دي مثلا مشيه تقريبا الضابط، وتقدر ترجع المشيه الاصليه بتاعت الشخصيه اللي انت بتلعب بيها عن طريق الاختيار اللي تحت على طول، فزي ما انت شايف كده رجعني على طول مباشر للمشيه بتاعت شخصيه فرانكلين. بعد كده الفويس منيو بتقدر تغير من خلال الاختيار ده صوت الشخصيه اللي انت بتلعب بيها لاي شخصيه انت تحددها عن طريق الاختيار ده كده. وعندك بعد كده الاديت بيتز منيو، ده لو انت ضايف شخصيات بمود اد اون بيتز بيحط لك هنا كل الشخصيات اللي انت ضايفها عن طريق المود ده. بعد كده ممكن هنا تعمل سيرش عن اسم اي شخصيه انت عاوزها وتضغط على زر انتر هيجيبك على طول الشخصيه دي. بعد كده الاوبجكت سبونينج، ده برضو لو انت محتاج تعمل مسلسلات او انت بتصنع مودات، فالاختيار ده بعتبره اختيار مطورين وانت مش هتحتاجه، لان هو مثلا ممكن يعني تصنع من خلاله اللي هي الرامب او ماب طيحه بمعنى صح. عندك هنا في اختيار التليبورتنج دي كل الاماكن اللي انت تقدر تروحها، مثلا سيف هاوس تريفر اللي هو بيت تريفر زي ما انت شايف كده ودانا على طول لبيت تريفر، او حتى اروح عند الفاين وود فزي ما انت شايف كده الفاين وود قدامي اهي، او حتى اروح لحد العلامه بتاعت الفاين وود عن طريق برضو نفس القايمه دي، فتقدر تروح لاي مكان من هنا. لو مثلا انا دلوقتي حاطط علامه على الماب وعايز اروح لها فاختار اختيار تليبورت تو واي بوينت، فعلى طول مباشر هروح للعلامه اللي انا حاططها عندي على الماب. في اختيار تاني برضو اللي هو اللي تحت على طول تليبورت تو نورث ياكتون، ده بيوديك على طول على المدينه الثلجيه بالشكل انت شايفه ده، ودانا على المدينه الثلجيه ولكن خلي بالك فيها جليتشات، وفي فيديو قريب هينزل على القناه الثانيه للمدينه الثلجيه ده، مش عارف اصلا في الوقت ده هو نزل ولا لا، ولكن على حسب بقى ما الفيديوهات تخلص فهتلاقي مود للنورث ياكتون لوحده على القناه الثانيه. عندك الاذر تليبورتس، ده في اماكن ثانيه يعني تقدر توصل لها يعني قايمه ثانيه ليها. عندك بعد كده التليبورتنج سيف يعني الاماكن المحفوظه اللي انت ممكن تروح لها تليبورت. عندك بعد كده قايمه الوقت، ممكن تعمل هنا سلو موشن 25% اللي هو الوقت بيعدي 25% حتى اي حاجه في الماب سواء بقى شخصيه او كل الحاجات دي ممكن تخليها سلو موشن 50% 75% او حتى السبيد العادي بتاع اللعبه اللي هو من نورمال جيم سبيد. عندك نون اللي هو الساعه 12 الظهر، افتر نون اللي هو وقت الغروب، عندك الايفنينج اللي هو وقت الليل، نايت اللي هو وقت الشروق. عندك هنا اهيد 1 اور اللي انت بتقدم ساعه لقدام، عندك باك 1 اور بيرجع لك ساعه لورا. سنس تايم تو سيستم تايم، ده بيخلي لك الوقت على حسب الوقت اللي الجهاز عندك اصلا متظبط عليه يعني جهاز الكمبيوتر نفسه. انا مثلا دلوقتي الساعه عندي في وقت تصوير الفيديو ده 11:53 دقيقه، فلما فعلته وده طبعا 11:53 مساء، فلما فعلته وداني على طول للساعه 11:53 دقيقه. حتى كمان لو طلعت الموبايل بالشكل ده هتلاقي الساعه 23:53 دقيقه عن الساعه 11:53 دقيقه بالليل. عندك بعد كده اختيار ريال تايم دايوريشن، ده مثلا لو انت مخلي الساعه 12، طبعا الساعه في اللعبه بتمر بشكل سريع عن الساعه الموجوده في الحقيقه، يعني الساعه ممكن دلوقتي بعد 5 دقائق تلاقي الساعه بقت 13 او الساعه 14، فعلشان تخلي الوقت يمشي على حسب الوقت الموجود في الحقيقه يعني الساعه بتبقى فعلا 60 دقيقه بالظبط مش مثلا الدقيقه بثانيه، فبتقوم مفعل الاختيار ده فبيبدا الوقت يمر بالظبط يعني ال 24 ساعه 24 ساعه حقيقي، يعني انت محتاج تفتح اللعبه 12 ساعه عشان مثلا تقلب من الليل للنهار. الفريز تايم ده بتوقف الوقت، مثلا انا خليت الساعه 12 فممكن اجمد الساعه 12 على طول من هنا. فريز جيم ده بتوقف اللعبه كلها بالشكل اللي انت شايفه ده، كل حاجه وقفت ما تقدرش حتى تتحرك. هنا تقدر تغير اليوم، هنا تقدر تغير الدقيقه لاي دقيقه انت عاوزها، الساعه 12 و15 دقيقه، ممكن تغير هنا الساعه نفسها، هنا تغير الدقائق. والاختيار اللي بعده على طول اختيار الويبنز او الاسلحه، جيت اول ويبنز لو اخترته بالشكل ده هتلاقي كل الاسلحه بقت معايا، حتى هنا الخانه دي فيها 13 سلاح فكل الاسلحه اتجابت بالشكل ده. ريموف اول ويبن
زي ما انا فعلته بالشكل ده. لو جيت افتح قائمة الاسلحة مفيش ولا سلاح معايا. عندك بعد كده اختيار فاير امو، لو فعلته بالشكل ده لو ضربت اي طلقة هتلاقي الطلقة دي اتحولت بشكل مباشر لنار زي ما انت شايف كده، الشخص ولع. الاختيار اللي بعده على طول لو فعلته بالشكل ده هتلاقي طلقة اي سلاح بقت قنبلة زي ما انت شايف كده بالشكل ده، او طلقة ار بي جي. عندك مثلا بعد كده النو ريلود، ده مهما ضربت مش هيعمل ريلود خالص، لو تلاحظ فوق على اليمين الطلقة اصلا مش بينزل. عندك بعد كده انليميتد امو، لو فعلته بالشكل ده وقفلت النو ريلود لو عملت هيعمل ان ريلود عادي، ولكن زي ما انت شايف كده الطلقه اللي بضربها بتلاقيها بتزيد، يعني 999 طلقه مهما اضرب كده هتلاقي الطلق بيزيد مش بيخلص نهائي، بيبقى الرصاص لا نهائي. بعد كده النايت فيجن، ده بيلبسك نظاره الرؤيه الليليه زي ما انت شايف كده، لو انت في مكان عتمه خالص ممكن تفعله. عندك بعد كده السيرمال فيجن اللي هو الحراري، المنظار الحراري اللي كان موجود في طياره الشرطه زي ما انت شايف كده، بدات اشوف الشخصيات حتى لو في اي مكان حتى لو هم ورا جدار. بعد كده سلو موشن وايل ايمنج، ده لو فعلته بالشكل ده هتلاقيه اول ما بيعمل ايم بالشكل ده كده هتلاقي في سلو موشن كده، يعني السلاح ما اترفعش على طول بالشكل تلقائي، لو قفلته مثلا بالشكل ده هتلاقي السلاح رفع على طول سريع، اما لو قفلته فلو عملته هتلاقي كده زي ما انت شايف لما عملت سلو موشن كل حاجه وقفت زي ما هي علشان اقدر انشل فيها زي ما انا عاوز. باقي الحاجات بقى يعني هنا مثلا الهامر اللي هو الشاكوش او السلاح الشاكوش، عندك مثلا اي سلاح انت عايزه هتلاقيه هنا بالاسم، حتى لو قلبت برضه هتلاقي باقي القايمه. اي سلاح بقى انت عايزه ممكن هنا مثلا اي سلاح اس ام جي، او حتى من هنا هيفي ريفايل اللي هو سلاح تقيل، اي سلاح انت عايزه عارفه باسمه ممكن تجيبه من الاختيار ده. بعد كده بقى نروح على ويزر، هنا بتقدر تتحكم في الطقس، هنا طقس مشمس، طقس كلير، طقس ناتشرال، طقس سموج، وشرحنا الطقوس دي كلها في شرح مود المنيو الاول اللي هو كان بيفتح من اف 8، تقدر تروح برده تشوف الفيديو ده، بس تروح لفيديو الطقس لان انا عامل شرح مود المنيو بتاع اف 8 ده في قائمه التشغيل لوحدها، فتقدر تروح على طول على فيديو الطقس مباشر وهتلاقي نفس الشرح هناك ينطبق على الشرح اللي هنا اللي هو شرحت فيه كل طقس بيعمل ايه بالظبط هنا عن طريق الاختيار ده. هنا ممكن تخلي الطقس اللي هو التلقائي، لو انت مثلا عدلت هنا ما كده مثلا وخليت هنا فعلت ده هتلاقي رجعك للطقس التلقائي. عندك ديسيبل ويند، هنا بيلغي الرياح، ما بيبقاش فيه رياح عاليه لو انت مثلا بتسوق طياره لان الرياح بتاثر على الطياره. عندك مثلا ديسيبل سنو، لو انت مثلا مفعل التلج هنا مثلا كده بالشكل ده فتقدر تفعله او تخفيه من هنا. الاختيار ده ممكن تعمل مزامنه الوقت مع اي طقس انت عايزه، ولكن انت مش هتحتاجه في حاجه. عندك بعد كده اختيار الكلاودز منيو، من خلال الاختيار ده بقى تقدر تتحكم في شكل السحاب الموجود في السماء، لو انت مثلا مفعل الجو بالشكل ده كده كلاودز ورحت على طول مباشر على اختيار كلاودز منيو بتقدر تتحكم في شكل السحاب اللي فوقك لاي حاجه انت عاوزها، مثلا ده السحابه وهي الجو مغيم يعني انا اخترت رين، ممكن بقى تتحكم فيها براحتك زي ما انت عاوز. حتى ممكن تلغي السحاب على طول من الاختيار ده فخلى لك السماء صافيه بالشكل ده. بس كده خلاص، دي كل حاجه في مود المنيو البسيط ده اسمه سيمبل ترينر، ولكن المميز في المود زي ما قلت لك ان هو يعني جواه شويه مودات كده مميزه زي حتى مود الاشارات او حتى القائمه المميزه اللي هو من خلالها تقدر تجيب كل العربيات الاد اون في قائمه لوحدها. ما تنساش بقى تدعمنا باللايك والشير والاشتراك، والسلام عليكم.